عسلامة، مرحبا بيكم. ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة. ايش نحويلكم؟ مش عاملين في الاجواء الصيفية؟ ما تنسيوش يكتبونا البلايس الباهين، البحورات الباهين، لي بون بلان اللي قاعدين تمشوا لهم ولا ناويين تمشوا لهم، تبخلوش علينا. وين احنا توا؟ وين اذايا؟ بحر تزركة. بحر تزركة مش اول مرة نمشي ولوراه نضيف محليه، وتحسوا كبحر عائلي تحفون الحقيقة. والحاجة الباهية فيه انه قبله بشوية فما حويت هكا كعينتنا باش نشويو الحوت، نتعداولو ناخذ شنو نحبو ونشويو الحوت. وفي اخر العشية تلقاو زادا فيها يجيو معناه بدواتك اللي اصطادوا الحوت، وتلقاو عندهم اسوام حوت بسوم به على الاخر. ندهت نحكي على البحر والحوت ونسيت الخيمة اللي هي اول مرة نجربوها، اول مره نجربوها وبطبيعة لازم نشاركوها معاكم. هذه الخيمه نتاع ديكاتلون اللي ديجا شاركت معاكم وقت المشتريات نتاع ديكاتلون في فيديو واحد تلقاوهما في تركيب. هالحقيقه اول مره خذيت لنا وقت، راهو حكيت ساعة بالضبط خذيت على خاطر أول مرة ركبوها، مازلنا ما نعرفوهاش. إني ما با غزرت الفيديو نتاع التركيب، ما با غزرت الورقة نتاع التركيب، معاها ورقة هي في الساك نتاعها. جست لي قولي بدرة يا برا هني نتبع فيه وكهو. دونك أول مرة عادي، معناها كي تبدا هكا مازلت أول مرة باش تركب خيمة كبيرة وكل عادي تاخذ وقت، من نصورها ثاني مرة باش تاخذ ثلث الوقت هذاك. وتو نقولكم أكيد كي نجربوها ثاني مرة بيه. فما هذوما زوز حديدات اللي يركب فيهم بدر، هذوما يتشريو وحدهم مش مع الخيمة، باش يشدوك الباب نتاع الخيمة هو يتسكر بالسلسلات، راهو كي تحبوا تسكروهم باش يشدوهم تولي هكا كأنها باراسول. وحطينا تحتها الطاولة، الطاولة هذيك قديمة من عزيزة عندها برشا من اللي شريناها يمكن عامين ولا قديش. وبالطبيعة باش نشويو الحوت بلاش كانون، لازم الكانون. أنا بدر لهنا يشعل في الكانون. وشنو هو فطورنا؟ شنو هو فطورنا؟ بالطبيعة قلت لكم فما حوت مشوي، أما هو أصل الاختيار نتاع الفطور. بدر قال لي نحب مقرونة فرويد مير. يا سيدك يا بن سيدك، قلت له بيه نعملوا مقرونه فرويد مير بالحوت والاجواء تاع الفرويد مير اللي تابعين. وفرد وقت قال لي لازم نحب مشوي. المهم عملناهم الكل والحمد لله. وباش نجرب معاكم الغاز هذايا اللي ديجا سالتوني عليه برشا مرات، خذيناه من باج اسمها كامبينغ تولز تونيزي 135,000، ومعها غشاج دبوسة معناها غاز بلاش، وليفريزون غراتويت يوصلوا لك للدار بلاش. وتحب تشري دبابة سخرين تطلع لك ب9,000 الدبوسة. الدبوسة قديش شدتك يا كوثر؟ الدبوسة كملت لي الفطور. ومن بعدها قالت لي كهوي يزيك وفيك. وفيت قعدت برشا راني نطيب، معناها فما نهارتها فما ريح. هذه التصوير راهو قبل العيد الكبير، فيديو مصوره من قبل العيد الكبير وما سهلش ربي باش نمنتجها. دونك نها وقتها فما هواء، برشا هواء هكا، علاش معناها كيفاش نقولوا الغاز معناها قاعد يطيب برشا وقت، و جست باش طيب لي المقرونه هذيك. باهي دونك نتصور اذا ما كانش فما برشا هواء كان يطيب اسرع، خاطر الهواء يهز في النار البعيد. ديجا هكا تشوفوا درقناهم بالصحونه وباقي الهواء قوي. لا 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 محمد رسول الله. يا سيدي شنو هذيك الحوته؟ شنو اسمها؟ هي نسيت اسمها الحقيقه. في منظرها تشبه الدجاج البحر عرفتوها، اما عندها اسم اخر، مش ماهيش دجاج بحر. في العاده ناخذوا منها حجم صغير، اما لقيتها كبيره ما شاء الله. تعرفوا هذيك توزن كيلو وسومها 19 دينار معني، وبنينه بنينه على الاخر. تو اكيد اللي عرفها في التعليق يكتب لنا، ماشي نوطة نسال بدر نكتب لكم حتى في تعليق مثبته. بنينه على الاخر وسومها باهي. لا اله محمد رسول الله. اللي هنا بدلت الطنجرة على خاطر ما رفعت ليش الحوتة في الطنجرة هذيك، لازم الطنجرة غارقة.
وصدقوني الحوت هذيك وحدها تكفي للمقارونة، تبننها تبننها على الاخر، وكي كونتيتي تكفي للعيلة الكل. راه سينو شنو زدناها؟ خدينا زاد كالامار، قصيت الساقين نتاعو ورميتهم هما الاولانيين، ومن بعد قصيت كيكه يمكن كعبتين كالامار كبار، قطعتهم دي ترونش وحطيتهم رميتهم في الصوص، وخليت كعبيت للشويين في الاخر ما شويتهمش. تو نقول لكم علاش، وما نحبش نتفكر شنو صار ما تنحكي لكم. باهي هذه السكينة كنت تفكروها وقت خذيتها من مغازة عزيزة وفرحانة بها على الاخر، وقلت لكم وقتها عمني ولا راني ريتها حبيت نشريها، اما خفت منها خاطرها بالحق تخوف على الاخر. هي معني ذا سكينة منظرها ساطور عرفتوا، اما هي سكينة ياسر ياسر ماضية 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 بطريقة لا توصف. نتاع شيفين ماهيش نتاع عباد عاديين. ديجا هي راهي مطبوع عليها طبعا نتاع ماستر شيف، باش تفهموا نتوما نتاع شيفين نتاع شيفين صحاح. ولهنا بدر فكالي من يدي وحب هو يجربها وحب هو معناها يقص، وين نقول بدر خليني خلينا نقص اني هو لا لا يحب يقص هو الشيخ عليها. راه هو عرفت دوبة تمس الحوتة تجري جريان السكينة مش عادية، راني منيش نعملها في بيب ردوا بالكم تشريوها لو حاليكم تشريوهاش قصوا بسكيكة نتاعكم وكا هو اش لازم عليكم سكينة ماضية. مين نحكي لكم عنها بالحق على خطورة الموقف تتفهموني من بعد علاش. باهي لهنا بالنسبة للحوت نفوحو كالعادة شوية ملح شوية فلفل اكحل شوية كمون وذيك هو. ولهنا ماما تقشرنا في الثوم وتحط في قشور الثوم في الكانون على خاطر يعمل لك ريحة فيوحة. بالنسبة راهو للتطيب على البحر يمكن مرات الأولى كي تجرب وهكا يظهرلك متعب شوية، مش بارشة ما يظهر متعب شوية مي، لكن هو خير بلف مرة راهو من التطيب في الدار. تحس هكا فما شكون يعاون فيك، تحس بروحك طيب في الهواء تاع ربي. في الصيف راني منحبهاش الكوجينه نفد منها ريتو، عكس في الشتاء، في الشتاء نبدا ديما في الكوجينه ديما ايشي قط وايشي حاجات في الفور ولا انواع الكل في الفور هكا باش نحس بالدفء. في الشتاء مي في الصيف راني نبدا هاربه منها هروب الكوجينه. ولهنا هكا محلال التطيب على البحر بالحق جو 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 مش نورمال. و اون بليس مع الغاز هذايا مرتاح على الاخر، الطاطيب ارتاح برشا من الكانون على خاطر يطيب لك معناها بسرعه، ما تقعدش تستنى في الريتم نتاع الكانون. باه لهنا نفوح في الكلامار اللي قلت لكم بعد ما باش نبطل مانيش باش نكمل نشويه. ولهنا نضحكوا جونا احلى جو والحياه حلوه وما نحكي لكمش على الاجواء ما شاء الله وتبارك الله، وربي ديم علينا اني عم الكل التي لا تحصى ولا تعد اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش. لكن الحياه مش ديما 100% كل شيء باهي باهي باهي، لازم هكا في تجي ضربات وزلعات من حيث لا تدري. هاي نعمل لكم في شويه سباس قدموش عاد ما تقدموش، خلينا نعمل شي سباس على قاعده.
عجبتني الارتك بشرميتهم بس ليه؟ انت بس تاكل انت امين ليه امين زيادة بشيك وياسين امين ليه ومين ياكل زيادة ياسين ليه الناس الكل ناكلوا الناس الكل اي باهي وماما مانا وماما مانا وماما مانا ما تاكلش عليه ما تاكلش ناس كل تاكل باهي يعني باش نحطها وانتي يجبد باهي شد 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 صب الكل صب الكل الى حد الان شوفوا في جونا باهي كل شيء مريقل اما هي صارت حكايه باش نحكيها لكم كما قلت لكم في اول فيديو بدر مشى باش ينظف هيك السكينه الشبه للساطور مع الوحده اللوحه ذيك اللي كنت نقص عليها على خاطر في العادة اني نحط بجنبي راهو سطل صغير وننظف بيه اللي نستحق له الكل اما بويس كل واحدة اللوح ما ندخل فيها برشا ثوم وفاح وكل شيء فوميو تتنظف البحر يا اخي هز معها السكينة وهو ينظف السكينة شنو صار تجيه موجة على غفلة تعوج له يده والسكينة تمس له ساقه نعم يا لطيف يا ربي محبش نتفكر يا ربي هو وقتها ما قال لي حد شيء جست قال لي كوثر جيب لي فولار ولا حاجه الحاجه المهمه ياسر انه كيف تتجرح ولا تصير لطف عليكم معناها تصير حكايه كيما هكا لازم تاخذوا اي فولار ولا اي خلعه ولا اي حكايه تنزلوا على الجرح بالكدي تربطوها مثلا محرمه تربطها على الساق المجروحه وتسكر عليها بالقوي باش ما تخليش الجرح ينزف باش توقف معناها النزيف هذاك والدم اللي قاعد يهبط دوك شنو صار بالضبط بدر كي دخلت السكينه في ساقه ما صدق حكايه سنتي ونص ما قاليش هو وقت قداش دخلت في ساقه قال لي جوست جيب لي حاجه لف بالمحرمه على ساقه وكبسها بالكدي قال لي باش نمشي للفارماسي جوست باش ياخذ بيتادين ولا داكان باش ينظف الجرح داخل مشى للفارماسي زوز فارماسيات قام مسكرين ولا تعدى للسبيطار وفي السبيطار غادي كي شافوا الطبيب قالوا هذه نتاع غرز راهي ماهيش جرحه خفيفه حل الجرحه زاد ثبت فيها وصلت للعظم ولا الحمد لله لطف ربي انها ما وصلتش للعظم خاطر كان وصلت للعظم تولي وقتها مشاكل اخرى وبرشا حاجات اخرى الحمد لله جات باللطف جات ما خلطتش للعظم الف حمد وشكر لك يا ربي عملوا 6 غرز ومن بعد ارجع لنا رد بالك الخيط الخيط هو الخيط نتاع الخيمه رد بالك شيء ان شاء الله ندوره حبيت تجرب سكينة؟ ها؟ حبيت تجرب سكينة؟ ما صدقتش اني ما بي
حسيت عمل في عمله هو هو عمل لك كيف عنده حق سيء مشيت لوج على سيروم واحد وكذا قال انا سيروم عندنا شي نشد ضل مية عمل لك فيقني دي دونك كيما قلت الحمد لله جيت باللطف الحمد لله. الحكايه هذه صارت عندها 10 ايام قبل العيد الكبير توا لاباس الجرح الحم كل شيء رجع نورمال ساق ورجعت لاباس والحمد لله. هكا ديما ندعي اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا كان باللطف. وردوا بالكم وردوا بالكم وردوا بالكم من تجريب السكاكن هكا علاش قلت لكم ما ننصحكمش بها السكين الماضية برشا. وإذا باش تستعملوها بحذر كبير على الأخر وفي الأخر لعل وخير أكيد فيها خير راه. الهدايا عرفتها ما عرفناش كان تبنوا الماكلة ما تبنوش تفهم شيء أحاسيس من خلطة ودنيا داخلة بعضها يعني بالنسبة لنا. المشوي ما كملتش شويت كل شيء كما قلت لكم قصيت عشويين ديجا وقتها هو الفطور قبل ما تصير الحكاية الفطور ديجا حضر جست خلطنا المقارونة وكهو وحطيت شوية الغلة. الحمد لله يا رب الحمد لله تعدت لاباس. هذه هي الفيديو قريب نوصلوا لنهاية الفيديو. شنو باش نحكي لكم الخيمة عملنا فيها جورة ورقدوا جماعة بدر بعد ما فطر وعني كفاق شوية من الصدمة اللي صارت. مشيت تكة ورقد في دجا هي فيها زوز بيوت وفيها كل البيت كي سالون اس بلس دو هي صغار زادا رقدوا شيخوا ارتاحوا بعد العومة هذيك ومن بعد كويس تاي لازم هذيك اكيد معناها ومجودي كالعادة يحب عالتاي ولهنا باش نطيروا على العين شوفوا وظن مجودي مسكين قرصت وشويش اغزر كي تقرصر وشويشة كيفيش وزنه تولي هكا كبيرة وتتعوج تعملك 60 درجة وتزيد تنفخ وتولي حجمها الدوبل. ولهنا بدورة الحمد لله وقتها لاباس راهو ما تقلقش برشا الحمد لله جات باللطف وكهو. وفات الفيديو هكا حبيتش نرجعكم برشا خليت الفيديو لين هو برا وهي جات بتبيعتها راهو الحكايه على خاطر سبقوا فيديوهات نتاع العيد وكل. وهكا لميت الخيمه ولميت الدبش الكل وطلعنا في الكهرباء وروحنا والحمد لله جات باللطف. وتبقى لي كيما نقولكم بسلامه وردوا بالكم على رواحكم.